انا سعيده جدا بالعمل. ياسر انا سعيده جدا بالعمل. قول لي بقى ردود الافعال كانت عندك ايه؟ انا الحمد لله طبعا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النجاح، على نعمه النجاح، وبشكر فريق العمل كله بقياده الاستاذ خالد مرعي، لان انا جزء من الكل المحترم ده بقياده الراجل المحترم اللي قاعد ده. لان لو كنا كلنا طالعين حلوين فاكيد المخرج هو صاحب الفضل بعد ربنا في هذا يعني. انا لو تسمحي لي، انا دايما لما باجي انا طبعا سعيد ان انا معاكي، انت بالنسبه لي اختي طبعا واعلاميه من كبار الاعلاميين في عالمنا العربي، حاجه تشرف يعني. بيبقى كل همي ان انا اجي احتفل مع زمايلي، لان احنا العمل بتاعنا بطولتنا كلنا، وده حقيقي. انت قلت لي انا عايز اطلع مع كل الكاست، وكل الكاست يبقى موجود معانا، وانا سعيد واتشرف ان انا في وسطيهم دلوقتي واحنا كلنا قاعدين مبسوطين وناجحين. وانا على قد ما انا مش يعني انا مش عارف اتكلم اقول ايه يعني. هقول ان انا طبعا انا لو هتكلم عن معاناتي الشخصيه، انا عانيت في العمل ده تحديدا لان كان في ناس كتير بتشكك في ان العمل ده هيأذيني يعني. وانا بعمله في البدايه وعفيني من ذكر التفاصيل يعني، كان في ناس ما كانتش متحمسه قوي للخطوه، كانت شايفه انها مش مناسبه ليا. كان ما كنتش مش عارف ايه، كان عندي ايمان كلي وكامل بالموضوع اللي انا بعمله ده، لان الحمد لله ببقى حريص في كل مره ان انا اقدم رساله قويه. ما قلقتش ان واحد 15 حلقه عمل يمكن معكس حاجات كتير انت عملتها، انت كتير بتبقى مثالي اكشن بطل مش عارفه يعني، انت المره دي بتعمل العكس خالص، كرهناك جدا بصراحه. هقول لك حاجه، حبيناك بس كرهناك للامانه يعني. هو انا مش قضيتي ان انا اتحب واتكره، انا قضيتي ان انا عايز اعمل حاجه تشبعني انا كممثل يعني كفنان. الشخصيه هي شخصيه طبيعيه، احنا دايما الشخصيات المثاليه الناس زهقت منها يعني. بتقدمي شخصيه مثاليه ما بتغلطش، مين فينا ما بيغلطش؟ وبعدين احنا في مشكله احنا ما نعرفهاش، ان الدراما كلها مبنيه على الخطا والخطيئه طبعا. يعني لازم يحصل خطا وبعد كده تبني الدراما، وفي اخر العمل الدرامي يحصل تطهر للبطل.